خبر تاني، والمرة دي بقى عن خالد عبد الفتاح، واللي ظهر مع النادي الأهلي بمستوى مميز جدا في مركز الظهير الأيمن، وبدأ مسؤولين النادي الأهلي إن هم يعملوا أو يبتدوا إن هم يفعلوا بند الشراء في عقد اللاعب المعار من صفوف نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي فاتت دي، وده بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واللي أشاد بقدرات اللاعب الفنية والبدنية كمان، وأعلن برضو عن حاجته لجهود اللاعب. وتعاقد النادي الأهلي مع خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع وجود بند في العقد بيتيح للنادي الأهلي ان هو يحول الإعارة دي لبيع نهائي مقابل 10 مليون جنيه مصري. نروح مع حضراتكم لخبر تاني، وكشف مصدر ان نادي الاهلي دخل مع نادي الزمالك في المنافسه على ضم محمود حماده لاعب خط وسط فريق فاركو. كمان وضح المصدر ان مسؤولين نادي الزمالك عرفوا ان نادي الاهلي خلاص فتح خط اتصال مع اللاعب واداره ناديه عشان يحاولوا ان هم يتعاقدوا مع اللاعب، وده طبعا اللي اثار حاله من القلق جوه نادي الزمالك لتمسك مسؤولين الفريق الابيض بصفقه اللاعب. اضاف كمان المصدر ان نادي الزمالك هيعرض على مسؤولين فاركو مبلغ مالي وبعض اللعيبه عشان يدخلوا ضمن صفقة تبادلية عشان يضموا اللاعب، واللي بيقدم أكيد مستوى مميز جدا مع فريقه طول الفترة اللي فاتت دي، وده اللي خلاه يعني واحد من أهم العناصر الأساسية في صفوف المنتخب.